كل ما يرد في هذه الحلقة لا يمثل الرأي الشخصي والقناعة الشخصية للمحطة ولا لفريق العمل ولا لمقدم البرنامج، إنما هو مجرد نقل موضوع لكل ضيف مع تقديرنا واحترامنا لكل اسم شخص أو مؤسسة ورد ذكره سلبا أو إيجابا في سياق هذه الحلقة. بلد شفير، مواجهة صريحة مع ضيوف سيخوضون مراحل من التحديات الصعبة. في بالمرصاد يواجه الضيف انتقادات الناس وجها لوجه، انتقادات يختار تمام أقصاها في فقرة بلا نفس. وإذا ثبت الضيف في مكانه وعلى موقفه كتب له أن ينتقل إلى المرحلة التالية بلا فلسفة. هي رحلة بضع خطوات ما بين ممرات ضيقة معتمة تقود إلى قفص بلا تشفير. في بلد شفير سيعلق في حبال الهواء ويواجه أسئلة لم توجه إليه من قبل، فهل يقنعنا بإجاباته أم سينهار؟ وعندما يتهم ويدان وينتقد فهل سيدين؟ والأهم، هل سيتحمل ضغط تمام؟ اجت آخرتك، هي فرصة الضيف الأخيرة للكشف عن وصيته قبل الموت. فهل يتصالح مع أسوأ مخاوفه؟ وهل ستكون آخر كلماته بلا قيود وبلا حسابات وبلا تشفير؟ أنا مخلوق فضائي، بدي شغلة واحدة من الآيفون. شو؟ أول ترانسكشوال بالعالم عندها تريد مارك باسمك. أنت مش حرام تكوني بشر؟ يمكن حبلي، ما بعرف. أنا ما بعرف أنا شو يعني. هي لا شي ولا هي، هي إت حيوان. تويتي حطتني بقفص. بدي فل، بدي فل لما ينذكر هيك أسامي. وفعل في مجال. طب اوكي ترجعي، بس ما حدا ينصدم باللي حيشوفه. مساء الخير. هو مقلد أو شبيه هيفا وهبي؟ هو متحول جنسياً؟ شفرات كتير حوله وحول حياته وهوسه بالنجم الكبير هيفا وهبي. هو اليوم نجم من خلال أغنية واحدة وظهوره الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيف رح يرد للمرة الأولى على كل الاتهامات المتهم فيها؟ ومن يدعم هذه الشخصية؟ بالمرصاد رح كون معك هيفا ماجيك. وصلتي على لبنان ليتم التحقيق معك. أهلا وسهلا فيك. ما بنعرف بأي صفة لازم نخاطب ضيفتنا اليوم. هل بتتضايق من استخدام صفة المذكر أم بتفضل المؤنث، خاصة بعد كل اللي عمله تا يلفت أنظارنا؟ هيفا ماجي. وجع وجع أحس بقلبي. صار اسم واحد من أشهر المتحولين جنسياً واللي حاولوا يصيروا نسخة عن الديفا هيفا وهبي. بس تيتم هيدا التحول، هيفا ماجيك دفنت ماضيها ومن وين هي جاية ومين هي عائلتها وجنسيتها. هي بس هيفا ماجيك، نجمة وسائل التواصل الاجتماعي اللي خضعت لعشرات عمليات التجميل تتحول لنسخة البعض بيقول إنها رديئة عن الفنانة الشهيرة هيفا. ذكية، ذكية كرمال هيك ميتين لأن ذكية. شو يلي خلى رجال يدفن ماضي، يترك بلده، يدفع أموال طائلة، ينسى شكله وينسينا إياه؟ أي عار كان يحس فيه وأي وجع عم بيخبيه وأي جرأة كان محتاج إلها تا يشلح وجه ويلبس وجه تاني؟ هيفا ماجيك بلا أقنعة مع تمام بلاك ببلد شفير. جننتهم يا أنا، مولعتهم يا أنا، دوختهم يا أنا، فديت نفسي يا أنا. جننتهم أنا 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 أنا. بالمرصاد، آراء الناس بالمرصاد وبلد شفير. هيفا ماجيك بلبنان حصرياً لأول مرة. مساء الخير بالمرصاد. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ تمام؟ نيحان. كثير متفاجئين فيك الناس أكيد. أنا هلا أول مرة بتطلع على الشاشة؟ أي أول مرة. أول مرة؟ وليه قبلت تكوني معي؟
لأنه راسك يابس. لأنه شو؟ راسك يابس تفهمني. راسي يابس. مش خايفة من إنه الشفرات نحكيهم ما بخاف من حدا. بلشنا؟ إيه. أوكي. شو؟ في شي غلط هونيك. شوف. هيفا بدي فرجيك شغلة. هيفا مساء الخير أول شي. طب بدي فرجيك شغلة. مساء الخير. طب بدي فرجيك مساء الخير. يي؟ على طول العالم ترصدك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. على طول الناس بتتابعك لدرجة قلت بالمقدمة إنه عندك نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بنفس الوقت كتير ناس بتسيء لك، كتير ناس بتحكي عليك، وكتير ناس بتحبك. بالنهاية اللي حكوا عليك ولا لا هن بحبوك وهن موجودين معك. بس اليوم قدي مستعدة تسمع رأي الناس فيك بهيدي الفقرة بفقرة بالمرصاد؟ مستعدة لا. ليه؟ حسكر دنيا وحط لي بدك ايه. ما بهمني. شو ما بهمك؟ آخر همي ليسب. ما بهموني أنا. أكيد حطيت لي ناس حتسبني إذا من الشارع يعني. أنا ما حطيت لك الإيجابي، حطيت السلبي. بهيدي الفقرة بحطوا السلبي. هل أنا عن نفسي ما بحب اسمعهم. شو رأيك معي لمرة أولى؟ لأنه أول مرة بتطلي بلبنان عبر شاشة لبنانية. بس مش أول مرة بطلع بصور فيديو قدام كاميرا. عم بحكي أول مرة بلقاء تلفزيوني. جاهزة؟ ليك أنا إنسان كتير حساسة، يمكن إذا شفتهم بيخرب المود، فأنا حسكر دنيا يحطون آخر همي. ليه أنت مودي؟ كتير. مودي؟ كتير. إيه. طب أنا عبالي خليه يخرب المود تبعك عبالي، بس بهمني للمرة الأولى تسمع رأي الناس فيك. سمعته كتير. شو؟ سمعته كتير. سمعتي كتير ومستعد نتواجه أنا وياك. نص مليون فولورز عندي، بيناتهم يمكن 100,000 بسبوني عادي. ما بهمني. فأنت حطه أنا حسكر دنيا. يلا. بالمرصاد شو قالوا الناس؟ مثلا ما بقى تسمع بالمرصاد شو قالوا الناس عنك. تفضلي تفضلي شوفي شو قالوا عنك الناس. شو رايك بهيفا ماجيك؟ حكيني بعالم يا زلمة. هيدا سايكو. ما معروف اذا بنت ولا مرة ولا رجال، ما معروف شي عنه. كثير بشع. معقد نفسيا، مريض يعني، هو عنده هوس. تفضل انه هيدا الزلمة يقعد ببيته ويسكر الباب على حاله. خربوا البلد، خربوا الدنيا. هيدا ولا هيدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يشفي كل مريض يا اخي. شو بدك رايي فيه هو كبنت ولا رايي فيه هو كرجال؟ خلصوا بس عن جد ما سبوني. حبيت اللي قالت عني بشع. بدي اقول لك اذا عم تحضريني بتمنى انه اخذ سيلفي انا وياك. يا ريت. شو تاخذي؟ اخذ سيلفي معه. سيلفي انت وياها وحط تحت طلعوا الفوارق العشرة بيني وبينها. بس هي مش عامله شيء. اخر هم بشعه. بشعة؟ طبعاً. مش عايب تقولي على مشاهدة عم تحضرك ولو ما بتعرفك ما بتجيب سيرتك على فكرة. وليه؟ ليه قالت بشعة؟ لو منها متابعتك ما بتجيب سيرتك. طب ما بدي إياها تتابعيني بالناقص. بالمرصاد اليوم هذا رأي الناس فيك، شو ردك باختصار؟ معهم حق. معهم حق. إذا أنا مريضة بتمنى الله يشفيني، بس طول يعني، لازم يشفيني بقى. صح؟ تأخر. إن شاء الله يا رب. إذا أنا مريضة هيفا بتتقبلي نقد الناس ومفكرة حالك أهم من الناس؟ يعني اليوم بيقولوا انه راسك كتير كبران. انت شفت اكاونتي على الانستغرام؟ ما بدي اشوف شيء هلا. هلا عم بسالك بليز جاوبيني. انا سؤالي جوابي متعلق بسؤالك. انا جاوبيني على السؤال. انا ماني متابعه حدا. بيقولوا ماني متابعه حدا. ماني متابعه حدا. فانت لما انت فايت تتابعني انت بدك تتحمل كل شيء فيي. انا ما تابعتك. انا لو انا متابعه كتير ناس وبلحق اخبارهم وهيك حقك تقول لي هيك، بس ما انا ماني شايفه حدا. مش تكبر. انا ما حدا بيلفتني ابدا ولا حدا. اللي متابعتهم هن شغلي ماي بزنس محلاتي بس. انت شو شايفني انت شو؟ لا ما فهمت يعني. اشرحي شو بالعين أكثر. بالعين يعني قالوا عنك انه حكينا المشاهد يعني اللي سمعناه قالوا حكونا بعالم ما شايفينك عالم. انا مخلوق فضائي فعلا. مخلوق فضائي قد ما انا تقيلة على العين. العين ما بتتقبلني يعني. اللي بيشوفني بيقعد يفكر شو هيدا الشيء. يعني طول جسم كتير حلوة يعني نوي حدا يتطلع فيني هيك وخلص. لا لازم يتطلع فيي هيك. الله يشفي كل مريض. أمين يا رب من قلبي. عم برأيك أنت مريضة اليوم؟ أنت حدا مريض والله يا شفي يا بده يشفي. بعد شوي بدي أعرف، ما بدي هلأ الجواب، بس اليوم قالوا الله يشفيك. شو؟ أي أنا مريضة. أنت مريضة. خدي نفس. مريضة نفسيا. مريضة شو؟ علي صوتك. مريضة نفسيا بلكي. هل قد صوتك ناعم؟ ولا عم تنعمي أكثر؟ لا والله عادي. ليه عم بدك نعمه؟ لا بدي تعلي شوي صوت. هلا إذا بنعمه بينعم. بينعم؟ شو بدك أقول؟
جاوبيني على السؤال. شو سؤالك؟ مريضة أو لا؟ قلت لك إيه مريضة نفسياً عادي. عم تتعالجي؟ على فكرة ما أذتني الكلمة، أنا كل أصحابي بيقولوا سايكو، إيه سايكو، لأنه كل ساعة بموت. يعني فجأة موت. يعني هلا قد إيه بتاخد معك الوقت بوقت عم نصور الحلقة؟ معك أنت؟ إيه. لو متت ما حبين. لو متت شو؟ ما حبين لك. أوكي. حتى لو مت من العطش ما حقلك شربني، أنا نسيت أجيب مي معي. غلطتي. خدي نفس. بدي أغطس؟ خدي نفس. في مي؟ إيه خدي نفس، مرتاحة. خدي نفس. أنت خد نفس. طب يلا خدي نفس. طب أنت خد نفس. هيفا ماجيك خدي نفس بليز. بلا نفس مع هيفا ماجيك لأول مرة بلبنان وببلد شفير. بلا نفس وبلا تردد. نحن رجعنا. تفضلي، ما زال رجعنا. تفضلي وبلا نفس توقفي لي هون لو سمحتي. هون؟ هيفا ماجيك وقفي. هي. طبيعية؟ أنا؟ أنت حدا طبيعي؟ أكيد لا. أكيد لا، مجنونة؟ لا بالمعنى الحقيقي ولا بالمعنى المزاجي، مجازي ولا مزاجي؟ ما في حدا شو؟ مثلي. شو؟ مثلي ما في حدا. بلا في مثلي. لا ما في. في مثلك كثير. ليه ما استقبلتهم؟ في مثلك كثير. ليه ما استقبلتهم؟ لأنه ما عندهم فولورز أكثر ومنهم مثيرين للجدل أكثر. يعني منهم مبينين. شو؟ شادو. بس في مثلك. شادو لإلي ممكن. في مثلك أو لا؟ ليه ما في مثلك؟ لأنه أنا هيفا ماجيك بس. شو؟ بس لأنه أنا اسمي هيفا ماجيك. في حدا تاني اسمه هيفا ماجيك؟ في هيفا وهب النجمة الكبيرة اللي أنت عم بتقلديها. واللي انت بعد شوي حقلك انك معقده منها. لا ليه؟ جاوبيني هيفا. اخ علق شعري. شو بدي جاوبك على هيفا وهبي؟ مريضه او لا؟ ما بنكر انه بحبها. ليه؟ مريضة؟ كل العالم بتحبها. معقده منها؟ منها؟ نو اكيد. لا انت حدا مهووس جنسيا. جاوبيني. قالوا عنك بشعه، قالوا عنك نزعتوا البلد، قالوا عنك انك في ناس قالوا انه قرفانين اليوم انت قرف او لا. اللي يحجون ما ياثرون اصلا كل شيء ما يغيرون. ما بيغيروا شيء وما بهموني. جاهزه تسمعي كل شيء فراتك؟ عادي. ايه هيفا ماجيك بعد البريك الاعلاني ببلا فلسفه. ان تنجو مره لا يعني ان تنجو كل مره. بعد الفاصل التجربه تستمر. هل قد الواحد بيقدر يوصل يشفق على هيفا ماجيك؟ ليه اخترت اسم هيفا؟ You know my name, not my story. انت معقدة من جمال هيفا؟ مين تضحك عليك وقال لك غني؟ عم تحكي معي؟ لكن مع مين عم بحكي؟ أنا سايكو ما حقول لك. بتشيل رجال من حد نسوانهم دايما. فكر حالك أهم من الناس؟ مريضة نفسياً؟ ما في حدا مثلي. شو؟ مثلي ما في حدا. بلا في مثلي. لا ما في. في مثلك كثير. أنت حدا مهووس جنسياً. بلا فلسفة، الوجه الآخر بلا أقنعة. هيفا بلا فلسفة تفضلي، لأنه على ما يبدو بلشت تتفلسف كثير. خبريني. أنا تبعي كده. طب خبريني، أول شيء ما توقفي حد اسم الله لأنه أطول مني بكثير، كنت مفكر حالي أطول شخص. هيفا طول وعرض وفي عرض صح فيني اعتبر؟ اسم الله. بس سؤال هون شو؟ بزين بلد هيدا. بزين بلد ولا فارغ؟ بس ما هو المشكلة ما عم بيركزوا تحت. بزين بلد ولا فارغ؟ كثير ما انت قصدا عملت هيك العالم بطل. بك احسن ليه بده يفوتوا على راسي يعرفوا انا شو بخطط وشو بفكر؟ هيك فيني اقول لك شيء من الاخر؟ من خلال ريسيرش تبعي اكتشفت انه انت مبينة هالقد حدا كثير قوي. بس انت من جوا طفل. مين قال لك؟ طفل 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 وبنفس الوقت حدا كثير حزين. جاوبيني. حزين. هل قد انت حدا عندك حزن بحياتي؟ هل قد الواحد بيقدر يوصل يشفق على هيفا ماجيك؟ قد منك حزينه بس انت عم تفرجينا هيدي القوه. طب ليه ما بتضلك بهيدا ستيل الحزن الطيبه البراءه اللي عندك اياها؟ انت صغيره منك كبيره، قد عمرك 22 23؟ لا 26. 26 سنه. ليه ما بتبيني لنا هيدا الشيء؟ ليه بتبينه؟ ليه؟ ما في يكون الطيب بهالزمن تمام حياتي، الطيب بهالزمن اهبل بيندعس. ليه بدي اندعس؟ اندعست شي مره؟ ما بمعنى اندعست يعني، بس انغدرت. ايه اكيد. كل يوم بنغدر، كل يوم عم بنصدم بشي جديد، كل يوم عم بيطلع بحياتي ناس يعني حرام فيهم كلمه بشر. حرام. انت مش حرام تكوني بشر؟ ليه؟ شو عملت لك انا؟ عم بسالك. جاوبي. اذيتك، غدرتك، سرقتك، قتلت لك بيك، قتلت لك اهلك. انا اسفه تمام.
تفضلي. ميرسي حبيبي، كلك ذوق. جاوبيني، انت دعانك تكوني بشر؟ اوقع. اه حتوقعي؟ اوقع. هيفا شفتي؟ شو؟ بحس انه كل العالم اللي عم بتشوفك اليوم بقولوا خرجت من حبسك. ليه؟ طب اغريهم؟ لا، حتى اللي عم تعمليه ما بيجوز تنعمل. الله بيحاسبني، ما خصهم. فك الشفرة مع هيفا ماجيك، منروح سوا ومنتابع. بلد شفير، بدأت مرحلة فك الشفرة. بلد شفير معك هيفا، جاهزة لنفك شفراتك؟ شور. قدي كتار؟ كتار. كتار. شو أبشع شفرة بحياتك؟ الموت. أبشع شفرة الموت؟ كيف يعني؟ ما فهمت. شو يعني الشفرة؟ عم بدوخ دخلك؟ يمكن حبلي، ما بعرف. هيفا انت مسقفة، انت مسقفة اول شيء، بس خليني اقول للناس انت مسقفة. ايه كثير. شو دارسة؟ شو عاملة بحياتك؟ ماني دارسة من كتاب، دارسة من الحياة. اي نوع حياة؟ كل الحياة. اي حياة؟ شو ما بدك قولي لي. اي حياة؟ كل شيء ماضي وكل شيء هلا. ايه كل شيء. شو النوع اللي بتدرسيه؟ درست درست كيف بيغدروا، درست كيف بينغدروا، درست كيف كذي. بتعرفي تغدري؟ كثير. بيك علموني. اوف. وصرت محترفة. اكثر منهم محترفة بالغدر، اكثر انسانة غدارة. مين غدرت؟ لانه اللي بتوفي لهم خلص، يعني انت بدك تعرف على حدا غدره. اوف. سبق له. هيفا شو اسمك الحقيقي؟ شو بدك فيه؟ عم بسألك. اه ما بهم. ليه؟ لانه حدا بيعرف اسمك. كل شيء ماضي نشروا له اسمي سابقا. طيب ليه ما بتقولي؟ ما بحبه، ما بدي اقوله. ما بتحبيه؟ مش ما بحبه. شو؟ انت بترجع لورا. تمام. هيدا ما في شيء. اوكي اوكي، انا حاحترم. انا قلت لك ليك، لو انا اخترته لحظة. لو لما انا اخترته على التليفون قلت لك انا حاحترم انت خصوصياتك. هاي. بس اليوم كمان ما فيك انه تقولي لي ما نشروه على الهواء واجي اسالك شو اسمك. لا، ما نشروه على الهواء. انت عم بتقول انتشر ببروجرام مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اكثر من التلفزيون. انتشر طبعا، يعني بس تقول لك شغله، تقول لك شغله. أوكي. اطلع لك من فاذا خلينا نتفق انه ما انتشر، انت ما بدك تقول الاسم. اي أنا مش ما بدي أقوله، لأنه أنا ما بدي أقوله. أول شيء أنا الاسم مش أنا اللي اخترته. شيء ما أنا اخترته ما حيعجبني. طيب شو اسمك؟ ما ضروري. ليه ما بدك تقول اسمك؟ ما بدي أقول. أول شيء ما بدك تقول اسمك، لأنه أنا رايحة ستيب شيء تاني، حياة تاني. هيدا ماضي، هلا حيكون إلي اسم جديد، حيكون إلي كيان جديد، كل شيء جديد. ليه بدي أرجع لورا؟ هيدا شيء مش أنا اخترته. هلا فيك تسألني عن اسمك شو؟ اسمك شو؟ نور. نور؟ اف، رح سمي حالي نور. ليه؟ خلص بحبه. وهيفا شو؟ هيفا بس هيك. هلا ليه انا اخترت نور؟ ما فيني ضل هيفا ماجيك، لانه احيانا انا بدي اطلع بلا ميك اب، اطلع كاب. انت بتنشافي بلا ميك اب؟ اذا بتبعني على سناب بتشوف كثير بصور بلا ميك اب. عم بسالك جاوبيني على اكيد. ايه اكيد. ليه لا؟ ليه تمي هون؟ رح نحكي اكثر. شو تمي هون؟ لا تمك هون. اي اوكي هيك. عندك واصل؟ اي خليني بيفك شوي. سرقت له الكبايه على فكره. شوف عليها. جاوبيني على السؤال. انت ما تقول انه ما شربتني. تعمل بطل. ليه اخترت اسم هيفا؟ ما في انسان بالعالم ما بيحب هيفا وهبي. ما في شخص بيفهم عنده كميه من الرجوله. يعني حتى اللي ما عندهم كميه من الرجوله كمان بحبوها. فهالانسانه قد ايه هي واصله لقلوب كل الناس. كبير صغير، رجل، امراه، جاي، شيميل، ترانسكشوال، كل الكاتيجوريز عندك. كل انت اي وحده منهم؟ ولا حدا. ولا شيء. ولا وحده من هول؟ ولا وحده. قلت لك فيك تدق للمحامي وتساله عنه. عم بسالك سؤال. وضعي انا ما في اطلع احكي. لا امراه ولا رجال. هلا امراه ولا بنت ولا شيميل ولا بيور بنت. بيور بنت. حاحكي اكثر. كمل. قطعتني. كمل احكي بعد عن هيفا. فانسانه هالقد محبوبه اكيد بدي اكون بحبها. وانا لما بلشت يعني كنت كثير مأثره فيها. هيدا قبل. هلا يمكن لا اخف الوضع شوي لانه تغيرت. طب جاوبيني، لما قررت تسمي هيفا اسمك هيفا، هل لانه انت معقده من جمال هيفا، او هل لانه انت بتحبي هيفا، مهووسه بهيفا؟ ما اذا حجاوبك حتقول عم بتبالغ. كنت حط لونتير ما يصير اشبهها، كل الناس تقول بتشبهها. من بعد عمليات التجميل؟ قبل عمليات التجميل. قبل قبل قبل. اي كنت حط لونتير مادي، شعري على النص، اسود، بلاك هير، دلعي، هيك بشبهها. عن جد كنت اشبهها. كنت قبل اكثر من هلا. هلا انا اخذت لاين لحالي. قررت تصيري لحالك هلا. وعيتي. ممكن. يعني هلا انت لاين وهيفا لاين.
انه هي بنت انت نورمال شو؟ في كتير بنات ايه؟ طلع لي حدا مثلي. مين احلى انت او هيفا؟ اكيد هيفا. اكيد هيفا. هيفا احلى منك. شابوبا. اكيد هيفا. اسمك ملغوم، كيف يعني اسمك ملغوم؟ بتقولي عن حالي اسمي ملغوم، كيف يعني اسمك ملغوم؟ يعني you know my name not my story. هل قد عندك ثقة بحالك انت؟ هلا انا ما بسميها ثقة، مرتاحة. مرتاحة على وضعي. تحديت كل شيء، تحديت كل المعتقدات، تحديت كل العالم، تحديت اقرب الناس لإلي ومشيت بخط لحالي، ما بدي يكون واثقة، بدي خاف منك. يعني كثير قالوا لي ما تطلعي معه، اكيد مش مطلوب خاف من حدا. كثير قالوا لي ناس انه ما تطلعي معه، انه كمان يعني انه شو حتكلني يعني شو حتعرفني. برافو عليك. انه اي كرمال هيك بتبين علي انه كثير مرتاحه، بتفكروها وبتحللوها انه هي ثقة، بس هي هيدا راحه نفسيه متصالحه مع حالي يا عمي. ذاتس ات. مين تضحك عليك وقال لك غني؟ ضحك علي؟ ايه؟ انا اللي قررت. مين؟ يعني يعني كيف قررتي؟ مين قال لك انه صوتك حلو لتغني يعني؟ ليه ما بدي غني؟ صوتك فيه نوع من من من, من شو؟ حسب كل حدا بيشوفه شيء. انت صوتك حلو بتشوفيه؟ انا ما عم بعطي صوت. شو عم تعطي؟ انا عم بعطيكم مواضيع. مواضيع؟ انا عم بغني مواضيع. ايه. انا ما عم بغني، ما عم بطلع اقول الاطلال يعني. عم بغني موضوع صار معي شيء بطلع بقوله. كلهم يحكوا عني، كلهم يغاروا مني. وانا ما اهتميت، فرحانه واغني، انا اضحك عليهم، دود الغيره بيهم، ما يهمني حكيهم، كلها تغار مني. امتى رح تنزل هالغنيه؟ عادي، نزلت. نزلت. صار عليها 2.7 مليون. هيفا جاوبيني، انت عامله ميكس بين شكل هيفا وهبه، وجه هيفا وهبه، وكم الدريير تبعك كم من ورا كارداشيان، صح؟ يعني انت عامله هيدا الميلانج بين هيفا وكم. بتوافقيني الرأي؟ وهلا اذا بدك بتشبهي شوي نادين نجام. نادين؟ ايه ولا لا؟ ولا لونتي؟ ايه كثير بشبهها بقولوا. بتشبهيها؟ قديش شغلي بحالك، بوجهك، بشكلك لتوصلي لهيدي المرحله انك تعملي هيدا الميلانج كله بين هالاسماء الكبيره؟ لكن يمكن ما اكون كثير شغلي بحالي. شو شغلي؟ بس النتيجه طلعت حلوه، حظي حلو. هلا انت فيك تجيب وحده في الزيعه، في الزيعه يعني وايد خسفه، في الزيعه وتعملها كثير حلوه؟ اكيد لا. بده يكون عندك بيز، بده يكون في قدامك شيء تشتغل عليه. عن جد ما فيك وحده كثير يعني. كنا شفنا بقول قولي قولي. هي مش قصه تجميل ومساري. مثلا لو ناس قادرين انه يعملوا مثل هيفا وهبه ولا ما كنت شفت ولا فنانه بشعه. بس ما حقول. اعطيني اسماء فنانين. لا اعطيني. في فنانات بشعين ومعهم كثير مساري. مثل مين؟ ما بقول. اعطيني. ما في. ليه بتخافي؟ بخاف من جمهورهم. بتخاف منهم؟ من جمهور؟ بتخاف من جمهور. في كومن فانز بيناتنا. قولي لي من هي. ما بيتاخذ الموضوع حساسية. اكتبي لي اياها على الورقه. اكتبي لي اياها على الورقه. يلا بسرعه. يلا. لا ما في. يلا بدي كمل الحلقه. يلا ما في. اقول اكتبيها. ما خيي ما بدي اقول. ليه بدك تحط لي هيترز زياده؟ شبعت لهون وصلت. ما راح اعرضها على الهوا. نو. بقول لك اياها بعدين بعد الهوا. طيب هيفا قلتي لي انه هيفا احلى منك ومنك معقده من هيفا وهبه. اها شو بدك من هيفا وهبه اليوم؟ بدي شغله واحده من هيفا وهبه. شو؟ بدي ما اكرهها. ما تكرهيها؟ يعني بدي الاقي هيفا وهبه الانسان اللي رسمتها بحياتي اللي مرقت كلها. ما بدي اشوفها بشي سيتويشن او شي محل وحس انه هي كثير شايفه حالها، او لانه انا حشوفها باندفاع، مع انه مع العلم انه مش من طبعي اذا شفت سيليبريتي ولا ستار مين ما يكون. ان شاء الله لو جبت لي ميسي تقول لي ميسي هونيك روحي تصوري معه، اكيد لا. بيعجبك ميسي؟ انا ما كثير بفهم بالفوتبول، بس بيعجبوني اللي بيلعبوا فوتبول. ما انا ما فيني احكيك بيلعبوا شو؟ بيعجبوني اللي بيلعبوا فوتبول. اللي فوتوا جويل او فوتبول؟ فوتبول. باسكتبول. باسكتبول. شفتي هيفا وهبه او لا؟ ما شفتها ولا مره. ولا مره؟ طب ليه ما سعيتي لهذا الموضوع؟ ليه بدي اسعى؟ ما حلمك وعم تقلديها. لا منه حلمي، بحبها. عم بتقلديها وبدك تصيري مثلها وكل هيدي الامور. ما حلمي شوفها يعني. اكيد حشوفها شي نهار. حتشوفيها. اذا كانت هي براس هيفا، اذا كنت هون براس السنه رح احضرك. برايك انت هيفا وهبه مستعده تلتقى فيكي انت؟ هل هيفا وهبه بهمها تشوف شخص مثلك؟ جاوبيني على السؤال. ترد. هي ترد. انا بسألك لك انت. ما انا ماني هيفا وهبه. نجومية هيفا وهبه الكبيرة واهميتها اليوم بهمها حدا اصطناعي صيني مثلك؟ صيني؟ تايلندي. تايلندي عم بقلد هيفا وهبه بهمها؟
ايه او لا؟ عم تحكي معي؟ لكن مع مين عم بحكي؟ مش معي. جاوبيني. ما حبيت حكيك، ما حرد. ما حبيتي حكي؟ ليه؟ سين تايلاندي ليه؟ مين قالك انه انا عملت بالسين وبتايلاند؟ ليه شايفني مضروبة بدي قطع غيار؟ عندي شغل كتير كبير. هيفا ماجيك كوزمتكس ان شاء الله all over the world تنطلق من امريكا، شركة امريكية. حتشوفوا اسمي بكل مكان بالعالم. وحكون اول، رح قولها وما حاستحي، اول ترانسكشوال بالعالم عندها تريد مارك باسمها تنافس كبراء الشركات والماركات العالمية. حلو، عم تحكي بشي كتير قوي. براو، سون انطروني، وهيدا اللي حيخليني قاعد بلبنان ويمكن استقر بلبنان ان شاء الله. حتستقري؟ يعني اليوم اعترفت انه انت ترانسكشوال؟ هن قد ما اقول وقد ما اطلع اقول طيب هرمونز رح ضلني هيك بنظرهم، فبريحهم. لا خلينا نحكي بهيدا الموضوع. انا اليوم ما جاي لا سئل لك ولا اذيك، وبدي احترم اللي انت بتحسي حالك فيه، بس اليوم بدك تجاوبيني على كل الاسئله. اليوم انت كنت رجل، يعني اليوم انا اول ما بعيط لك كرجل، قلتي لي لا ما بتعيط لي رجل، انا امراه. انت عملتي عمليه تحولت جنسيا من رجل الى امراه، ايه او لا؟ ما له داعي جيب. ليه ما له داعي؟ ما مهم، اذا جوابت حيقولوا عم تعمل ادفرتايزنج لحالها. خليني اقول لك شيء، اذا كل ما بدك تجاوب تقولي لي ما بهمني جاوب، لانه الراي العام. يا حبيبي ما انا بقول بغنيتي اخر همي. يا حبيبتي جاوبيني على قد السؤال. ما بدي جاوب. انت اليوم تحولت جنسيا، ايه او لا؟ ما راح اقول لك. جاوبيني على هذا السؤال. هيدا أنا أول أنا إيه؟ أنا بس اعترفتي أنت من شوي أنا عندك أنا تحول. أنا بالمسمى أنت بالمسمى إيه؟ المفهوم العام إيه؟ أنا أنثى أنثى أنثى. كيف؟ بس طب ليه ما كنت أنثى من... ليه ما كنت أنثى من فترة؟ هلأ صرت أنثى؟ شو؟ مشرح لنا. صار في شيء إيه؟ عدلنا شيء إيه؟ بوراق ثبوتية، بوراق مختومة طبعاً مصدقة، أوراق بيعترفوا فيها كل الناس. أنت كنت حداً كلك أنثى بس أي. عندك مكان معين هو ذكر؟ لا ما حقول لك. طب ليه ما بك؟ ما حتفهموا. ما الناس يا عمي ما حيفهمون. أيوة قولي أنت. ما أوكي بليز فضل. أنا لا أنا بدي إيه كمان بدي أقول شغلي بليز قالولي أولى أي. أنا لما أقول أنتو بكل محل بلتقى في مع عالم أو بسنابي أو بإنستغرامي أنا ما عم عمم، أنا عم بحكي عن أقلية، ولما بجمع بكون عم بجمع الناس اللي بتكرهني. سو ما بدي حدا كمان يزعل مني، لانه انا كثير بهمني راي الناس فيي، وخصوصي هلا. انا هلا عم بنتقل من مرحله لمرحله بدي الناس معي، لانه انا قبل كنت شخصيه وما بستحق اقولها. انا قبل كنت حدا. شو كنت؟ كنت حدا، كنت شخصيه. طب كنت. طب جاوبيني شو كنت يا عمي؟ كنت هيفا ماجيك بس مع شويه قصص. شو عدلتي؟ على شو تعدلتي يعني؟ عدلت. اليوم انت قلتي انا صرت ترانسكشوال. انا ما عم بحكي كجسم وكعمليه. انا عم بحكي كجسم وعمليه. بتخلص عامله 1000 عمليه انا اذا بدك. طب بس قولي لي تحولتي او ما تحولتي؟ ما خصك. المهم فانا اللي بدي اقوله. لا أنا لحظة, اللي لحظه 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 العالم ما بيعرفوك انه الا بقولوا عنك بمواقع التواصل الاجتماعي. خليكي جاوبينا على قد السؤال. شربت أصلاً. تحولتي ولا ما تحولتي؟ بدي جاوب. خليني انتقل على سؤال تاني. تم تحويلك ورأيك صار ثبوتية إنك امرأة؟ أو أم جي أو أم جي ما في أحلى مني. عم تحكي معي؟ عم تحكي معي عن جد؟ سوري. على فكرة بدي أقولوا عنك الناس إنك ما بتعرف تجاوبي. يقولوا آخر همي. آخر همي. بس أنت اعترفتي. بدي أحكي شيء. أنت اعترفتي من شوي إنه أنت عاملة عمليات. أوكي. طيب. عاملة كتير، عاملة 1000 عملية. عملوا 1000 عملية يصيروا مثلي. قلتي لي انه في ادله على هذا الموضوع، وانت ورايك صاروا ثبوتيه انك انت امراه. بعد ما صاروا عم بيصيروا. عم بيصيروا. بتوجه تحيه للمحامي تبعي بحبه. نعم بتحبيه؟ كثير حلو. شوبت. عملت العمليه بتايلاند او وين؟ عمليه شو؟ تحول الجنس تبعك. عم تحكي معي؟ يلا جاوبيني على السؤال. ما حجاوب. شو؟ ما بدي اقول. أنا بنت. أنت بنت. شو كنتي قبل؟ بنت. بنت؟ ما حقلنا. ما تنفصمي علي. انفصمت. ما قلت لك أنا مودي، مش أنا إنساني مودي، قلت لك هونيك. يلا الجلسة. يلا أنا سايكو. ما حقلك. عملت هالعملية لتظهري مع رجال كتير، لتصيري امرأة هالقد جميلة، لهالقد تكوني حلوة؟ ما عملت العملية. بس إذا بدك جاوبك أنه أنا بسعى لكون مرغوبة كتير عند الرجال. ايه. بنظر العين وبالعين يعني اذا بدي الفت انظار. ايه كثير بهمني هذا الموضوع.
كتير بهمني بس أكيد not easy to get. أكيد واحدة مثلي تعبت وعملت وقضت وأكل ما بأكل أنا أكل أنا إذا حسيت أكلت وجبة زيادة بفوت طب بشو قضيتي؟ قضيت كتير بشو؟ كتير وأنا عايشة في مشاكلي هيفا بشو قضيتي؟ ظلم خوف قلق صرت كل ما حس حالي عم بكون أحلى وعم بلفت النظر أكتر صارت كل مثبة عندي بالأكاونت أو دعوة من حدا متخلف ضايقني وتأثر فيي صار عندي هيدا الهوس أنه عن جد أنا مني إنسانة هالقد عاطلة للناس تفوت تدعي علي بمرض يعني أنا هيدا الشيء الوحيد اللي بضايقني بحياتي قدي بدو عليك كتير ليه؟ لأنه مو وصلوا لي مو وصلوا طب بجو بين غير الموصولك ليه دعوا عليك؟ لأنه هبل متخلفين ما على الجاه العتب أنا هلأ تحولت من إنسان شيء لإنسان شيء مش ضروري تحول جنسي بدي أسر على العالم نس العالم نس العالم أنا صار عندي أي في عندي كتير أغلاط قبل ورح تنمحى إن شاء الله هلأ الشركة الجديدة رح نمحي كل شيء اسمه هيفا ماجيك أخطائك قديمة. شو؟ كتير أخطاء إشياء كنت صورها يعني من دون ما أحس فهيدا كله حينشيل أنا هلأ إنسانة تركيزي أب بشغلي بكل شيء رح أعمله جديد كل شيء بدي الناس تزقف لي تقول إنه مش بس شكل مش بس شلحنا مش بس لبسنا ديكولتي مش بس لبسنا فساتين في ورا هيدا كله في هون عقل كتير كبير براو. بما أني أنا إنسانة كتير مأسرة بالعالم وهلأ وقتي يمكن أنا هلأ أطلع من عندك أعمل أكسيدنت يتشوه شكلي أنا هلأ اللي بدي من العالم أنا اليوم قلت لكم إنه أنا حأجي بتمنى تقولها كمان معي إنه أنا قلت لهم إنه حأجي لابسة شيء كتير نورمال لأنه ما بدي العالم تركز تحت أنا بدي العالم بقى تركز فوق هيدا شغلي رموش عدسات ميك اب كوزماتكس عينيه بالجمال رسالتي هلا هي الجمال قبل كنت انسانه طايشه ما بنام بعترف باغلاطي هلا انا انسانه جديده رح ارفع راس كل انسان بحبني رح فرجيه انه ورا هيدا الشكل ورا هيدي الشخصيه اللي بتشوفوها هيفا تعذبتي بالعمليه او لا بس جاوبينا هذا السؤال خلينا نخلص نفوت بريك بليز شو كثير تعذبتي تتذكري هلأ بس إنه كيف كنتي عم تعملي عملية لتسيري والوجع اللي سمريتي فيه بس اتطلع بالمرية وشوف حالي كيف صرت بروح كل شيء خلص بنسى راضي عن حالك اليوم؟ كتير رضيت بكل شيء سويته وابقى رافعة عن الرأس OMG سون القوة بهيفا ماجيك اللي هي صارت اليوم لأول مرة عم بتقول اسمها نور إنه بتشيل الرجال من حد نسوانهم دايماً يعني خطافة الرجال بعد البريك الإعلاني بلا تشفير والأسئلة الحرجة لم تطرح بعد بعد الفاصل كم رجل سرقتي من مرته؟ عيني على حدا يا ويلي شو حدا منو دعارة شو بيقولوا له ليه هيدي حرية شخصية عال قلي لي شو عملت كيف طب ما يجي حدا مثلي يسرق لك جوزك كمشوكة بقضية دعارة قولي جاوبي انا اول مرة بحاور حدا هالقد فاني اكتر انسانة غدارة بدي شغلة واحدة من هاي فورا شو بدي ما اكرهها لانه هبل متخلفين ايه كتير بهمني هيدا الموضوع يعني خطافة الرجال بلا تشفير والنزاع الأخير ليه عم بتعصبيني على فكرة جيبوله يعني بلشت عصب منك جيبوله السيجار هيفا حياتي عصب عفوا نور لازم عصب يعني لازم نور. أنا اللي عصب لا ما جاي على فكرة بدي خبرك شيء القوة مع أشخاص مثلك اللي أنا بشوف حالي أنه أنا اليوم لما عم حاور شخص مثلك أوكي مش أنه استفزك أنه طلع منك برواء كل اللي لازم يطلع انت برايك صار لك ساعه اكيد انا بستفزك لو حطك براسي حطني بس ما حطك براسي طب حطني لانه بس عبالي اعرف مين هي هيدي هيفا اللي عامله هيدي البلبله اللي قلدت هيفا وهبي واو حبيبي اوكي فما كتير هلا انا عامله البلبله لانه قلدت هيفا وهبي اكيد لكن شو طب ما خلصت ما طلعت قلدت صوره وفيديو قالوا خلصنا ليه بعدني يعني؟ لهلا هيفا ماجيك هونيك كنت عم قلدها اذا بدك اي يعني بتعترفي عن هيفا وهبي هيك حكي؟ انه اللي عملتيهم لا دلع شو؟ انا عم بعترف انه قلدتها قلدتيها بشو؟ بكل شيء بشو؟ بالدلع ايه بالشعر الاسود اوكي باللونتير مادي ايه ولا عملية تجميل بخلقتي وبوجهي انت ما عاملة ولا عملية تجميل؟ بتثبت عم بحكي
تثبت انه انا عملت شيء لاشبهها، منخاري غير، حواجبي غير، تمي غير، يمكن هون عملتيون؟ لا طبيعي. شو عامله قليله؟ عامله شفافه. قوم وقف شوي وقف. وعامله تاتو هيفا كمان. عامله تاتو هيفا وين؟ فينا نشوف تاتو هيفا وهبه؟ قد ايه وزنك؟ ما تسالني هسه. تنقهري اذا قلت لك قد ايه وزنك او اليوم؟ لا اخر هم ما برد مينيموم. ما بتردي؟ اذا حدا على الطريق عيط لي لو سمحت ما حرد. ما هو ما مبينه انك صبي. انه اكيد ما حيبين. طيب خليني يعني شوي على بالي اسالك سؤال واحد بس لو سمحت. جاوبه. مين؟ ما مين عم تحكي انت؟ بتحكي معي؟ سرقت له اياها، شفته انه بيسرق كل شيء مش بس رجال. هيفا سرقتي رجال من نسوانا؟ يعني معروف عنك بتسرق رجال من نسوانهم، ايه او لا؟ ليه بيطلع عليكي هيدا الصيت؟ انا ما بطلع مسلحه، ما عندي تصريح سلاح، ما بحمل مسدس، يعني ما بجيب حدا من دينته بقول له تعا حبني. معروف عني هيك لانه هن بيضعفوا قدامي، انا ما خصني. مش انت بتعملي بتعملون اغراءات؟ ولك اي اغراء بدي اعمل؟ ما انا كلني اغراء، شو بدي اطلع اعمل يعني؟ انا اذا بضحك اغراء. انت عندك لذة انه على طول تشوفي حالك انك انت اجمل امراه وتقدر تقولي للنسوان الباقيين انه انا احلى منكم كلكم؟ ما بهمني عندك هيدي العقده وعبالك انا عندي هيدي أنا المساج. لا ما عبالي اقولها، لو ما لو هيك انا تفكيري يمكن قبل كان ايه، قبل كان عبالي اقبل البنات وهيك، هلا لا، هلا صار شغلي معهم. يعني بكون غبيه اذا بطلع بتحدى البنات، لا بحبكم يا بنات وراح اعمل لكم كل شيء وقلكم كل اسراري ورموش وعدسات وميك اب واللي بدكم اياه. قلتي لي ماني غبيه. انت غبيه او مش غبيه اليوم؟ هلا احيانا بتغبى بتغيبة شوي. برايك اللي عملتيه اليوم بكل حياتك وبشكلك منه غبى؟ منه غبى؟ منه حرام؟ هلا بقصص حرام وعيب وهيك مش انا مخوله انه احكي، في ناس اهم مني تحكي. جاوبيني. ما حجاوب، ما بفهم فيهم. شو؟ اول شيء حطك ببيت المي هون. انا بينعجبوا فيه كثير، انا بملي العين. طب ليه على طول بتروحي عند الرجل المتزوج؟ ما انا بروح ثاقبت، بس مش انا اللي بروح. كم رجال سرقتي؟ قولي. ليه مش هو سرقني؟ قولي. طب ليه مش هو سرقني؟ هو ما في يسرقك لانه ما حيكون اوقح منك. انا وقحه؟ وقحه ولا قويه؟ اثنين. اثنين تملكي بما فيه الكفايه من الجرأه لتصيري وقحه وجريئه وقويه. جاوبيني. بفتخر بهالشيء. جاوبيني. ليك ما سرقت عن جد. كم رجل سرقتيه من مرته؟ هلا انا ما حبيت كثير ناس يعني. اوكي. اللي حبيتهم بينعدوا. اليوم بتحبي حدا بدك تقشطيه مرته؟ بدك تقشطيه الرجال من مرته؟ عيني على حدا ايه؟ بدك تتجوزيه؟ عيني على حدا. عينك ولا عم بتكوني معه؟ ما حشوفه اكيد. ليه؟ هو لبناني؟ حلو. لا سعودي. سعودي؟ اف تضربي على تقيل يعني. هو انت شخصية معروف. بدك لك مين؟ مين؟ انا قلتها عندي بسناب. مين؟ خطيب بلقيس. يا ويلي شو حلو. انا اسفة بلقيس، سامحيني. هلا عم تعمل زكزكيها لبلقيس بهالطريقة؟ زكزكتها قبل وحكيوا فيها المجلات كمان. كلها نزلت. ايه مزبوط نزلت. ايه بس بعدني عند رأيي شو ما يقولوا، كتير بيعجبني كتير. فيني اعرف نور شو حالتك؟ عن جد مش عم بمزح يا عمي. حالتي انا مش فهمتها. انا مني فهمتها. انا ما بعرف انا شو يعني. عايشه ضايعه انت اليوم؟ ضايعه. ضايعه بس كثير قويه، ضايعه من الحب اليوم. نفسيتك؟ حالتي النفسيه متدمره. متدمره ليه؟ ما عم بيصير اللي بدي اياه. بدي فل. شو يعني ما عم بيصير اللي بدك اياه؟ بدي فل. بدي فل يعني بدي اياه اما احقق كل اللي بدي اياه، مع انه حققت كثير. شو حققت وشو بدك؟ حققت حلمي انه خلص صرت هيفا ماجيك، صرت مثل ما انا بحب اعمل الميك اب. كيف بتحبي؟ كيف بتحبي؟ بحب انه يكون 24 ساعه حلوه. اوكي. هيدا غرامي بالحياه. انا لدرجه انه يمكن نام بالميك اب، بحب ضلني حلوه، ما بحب ولا دقيقه اطلع بحالي لاقي حالي فيه دفو. لانه ولا بنت بالحياه عملت اللي انا عملته. طب شو عملت؟ بتعمل اللي انا بعمله. طب بليز انا انسانه 24 ساعه فول باكج مظبطه حالي. ليه بينغرموا فيه رجال؟ لانه فعلا 24 ساعه حلوه مهتمه بحالي. عندك البنات بتتجوز وهيدا وتشز كثير غلط. يعني انا ما بعرف اذا بيقبلوا نصيحه البنات. يا بنات يلي سرقت لكم زواجكم، ما عندكم شيء تعملوه غير انكم تكونوا حلوين. فيك تطبخي وانت حاطه لونتي، فيك تطبخي وانت حاطه ميك اب، فيك تطبخي انت وحاطه رموش. كونوا حلوين، اهتمي بجسمك، خفي اكل عيش ولحم، خفي بلا عمليات. فيك تكوني كتير حلوه، طب ما يجي حدا مثلي يسرق لك جوزك.
نصيحة وكانت النصيحة بجمل. هلا اليوم شو صارت؟ اللي بينصحك كأنه عم يضحك عليك. لا كأنه عم جاوبيني. هيفا في أولى وتعملوا تو؟ ايه عبالي أولى. قولي أنا اللي بنصحك هيفا شيل الكباية من إيديك. مبسوطة على الموضوع. بتعرفي ليه عم بعطيك الكباية؟ أول ضيفة أخذ أنا بعرف. لا مش هيدا الموضوع بس لأنه قالوا لي وضع الطبي إنه شوي تعبان فمشان هيك عم بعطيك إياها عشان ما يصير عندك هستيريا. جاوبيني اللي لبستيهم بإيدك كله هيدا ألماز؟ بدي أشكر يونس الملا اليوم عن جد بيك تانكس. شيل الكباية من إيدك بليز وكملي حديثك. بدك تشوفهم؟ أوكي هيدول كلهم ألماز؟ من وين؟ من أين لك هذا؟ هلا مش كلهم إلي. أوكي بس أنت من أين لك هذا؟ يعني بيقولوا إنه معك كتير مصاري، بيقولوا إنه أنت جمعتي أموال، من وين؟ عذريني يعني أنا اليوم سيارة لما... ما عندي. شو؟ ما عندي سيارة. يا بنعملك لمة. أنا مبسوط. من أين لك هذا؟ من شطارتي تمام. شطارة شو؟ كل شيء. شو قولي لي؟ هلا أنا ما جمعت مصاري من زمان على فكرة. بس هلا اللي جمعته ايه. قبل ايه. شو ما بدك يكون الطريقة. فكرك انت وين بيروح؟ مش فكري انتبهي. طيب اوكي ليش جمعته يا جماعه؟ قولي انا بعتريف فكرك. انا بعتريف بالطرقات الوسخه. ليه بالطرقات الوسخه حبيبتي؟ لما نكون دعاره شو بيكونوا؟ منه دعاره. شو بيقولوا له؟ ليه هيدي حريه شخصيه. عال قولي لي شو عملت كيف؟ مش غلط. شو حريه شخصيه؟ انا ما بصاحب الا حدا غني. ما بصاحب الا حدا معه مصاري. ليه بدي اعمل؟ اذا بدي اعمل دعاره ما حدا بيصاحبني. اذا انا بدي فوت يعني انتوا فكروا فيها. اذا انا الايمج تبعي دعاره حدا حيتجرأ يكون انسان كتير مهم يصاحبني؟ اكيد لا. ما في حدا من اللي صاحبته الصحفيه. بالعكس اليوم رجال بيظهروا. انسان اليوم رجال ستريت بيظهروا معك اكيد ولا شو؟ اذا انا فتحت لهم مجال ايه. اكيد. وانت بهمك يظهر معك مين؟ ما بهمني حدا يظهر معي. ايه انت بتقدر تعدي بلا رجال؟ اكيد انت بتقدر تعدي بلا رجال. عشو لك انا عملت العملية؟ اكيد. عشو عملت التحويل كله؟ ما عملت التحويل. طب جاوبيني العملية اللي عملتيها لشو عملتيها؟ العمليات اللي عملتهم بحالي بشكلي. بشكلك وبحال تاني؟ لانه انا لازم كون هيك. اوكي هيك لازم كون. اوكي وانت اليوم اعترفتين انك انت امرأة؟ ايه. اوكي اليوم بحاجة لرجل؟ لا لا ما بهمني. لا ابدا. اذا لقيت حدا شخصيته اقوى أوكي. من شخصيتي. انت اليوم مش مصاحبه واحد لبناني ومعه مصاري كتير؟ اخر واحد صاحبته لبناني. ايه بس من قد ايه؟ اربع شهور. ستريت هو؟ ايه. متزوج؟ ايه متزوج. استحى يظهر معك او لا؟ نو أبداً. اليوم ليه ما بتقولي اسمه لك؟ ليه بدي اقول؟ ليه ما بيتجوزك؟ خلص يمكن. ليه ما بيتجوزك؟ مزبوط انك تتجوزيه؟ مين قال لك انه انا بدي اتجوز؟ طلقتيه من مرته قال؟ أو بدك تطلقيه من مرته؟ لا لا كثير بتحب تطلقي ومن أنا شو خصني؟ هيك بقولوا عني. شو أنا بمسكه بقول له هيك بقولوا عني؟ طب بيقولوا عني كثير قصص. عادي أنا بدي كل يوم يحكوا عني كل يوم يقولوا عني هيدا اللي بدي. غرامي كثير. هيدا مش مرض؟ هو أنا مريضة قلت لك سايكو. صح مزبوط برافو عليك. تنسى أنت أكيد. بدك سيجارة؟ لا ميرسي عصبت حبيبي. أبدا. بدك تروق؟ قبل شوي شفتك عم تقولون بدك شوكولا قشط معك الضغط يمكن. شو؟ بدك شوكولا؟ لا لأنه أول مرة بحاول حدا هالقد فارغ. شو بدك؟ اللي عم بيحضروا حيعرفوا إذا أنا فارغة ولا لا. مضبوط انشحطت من الخليج بعد ما عشت كذا سنة هناك. شحطوك لأنه لقوك أنه أو قمت بقصص غلط بالخليج. بحياتي ما فتت مركز شرطة. عشو انشحطي؟ ما انشحطت. لكن انا طلعت بوقت لازم اطلع فيه. ما بهمهم الناس هالقد، بهمهم اذا انت انحبستي. لا لا ما انحبست. فتي مخفر حباش ابدا ابدا كمشوكه بقضيه دعاره. قولي جاوبي. لا 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 ما بحياتي. شو قصه تايلاند؟ مركز شرطه تايلاند. انا لما طلعت من الدوله الخليجيه اللي انا كنت عايشه فيها طلعت دور على حريتي. انت بدعتي. بدعتي عملتي امبراطوريه. بقولوا انه اسمك مهم جدا هنيك. لا ولا شيء. لا 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 بس بشو اسمك؟ شكلي كثير مهم. بشو اسمك مهم؟ عرفت انه هيفا ماجيك حدا كثير حلو. ايه وفتحت محلات هنيك. فتحتي محلات هنيك وشو كمان عملتي؟ مش انا لحالي يعني عندي شركه. هلا عندي 6 محلات هنيك. ماضيكي وسخ بيقولوا عنه. اعترفي قولي الحقيقة. منه وسخ بمعنى وسخ. شو؟ لأنه كان طلع عم بيطلعوا عني فيديوهات قديمة. طبعا يعني الماضي تبعك شو بيكون؟ الماضي تبعي هبل. اليوم شو بتقولي؟ بتقولي ولا وعي. بتقولي إن شاء الله الله يعني
هيك ينظف لك هيدا الماضي الوسخ وتصير اذا الله ما نظف الله اكيد ما حيقدر ينظف هدول الاشياء لانه خلص راحت. جاوبيني الماضي الوسخ شو بتعملي هلا؟ كيف بدك تطهري لهيدا الشيء؟ لما اقعد معك على هالكرسي نظفتيه؟ ما تعيشها يعني روح قلت لك لما بدي احطك براسي كثير حبيت احطني هيفا احطني بقلبك سالتك مستقبلك مستقبلك كيف رح بيكون؟ انت مجوز؟ مستقبلك كيف رح بيكون؟ شو؟ كثير حلو ان شاء الله يعني حيروح الوصف. اذا حلوا عني هيدا السؤال بس كيف بده يحلوا عنك اذا الماضي وسخ؟ ما الماضي منه وسخ قلت لك منه وسخ هبلة بلا هيفا ما ظهرتي مع رجال مجوزه؟ ظهر؟ انت فارغه ومريضه نفسيا؟ بنظرك انت عم بتسالني ولا عم تسالني؟ عم بسالك نو اكيد انت فارغه او لا؟ نو اكيد مريضه نفسيا؟ ممكن ايه ممكن اخذت حبوب اعصاب كوني جريئه وقولي لي ايه اكيد اخذت حبوب اعصاب لشو اخذتيها واي متى مش اخذتها هيك براسي اوكي اي متى يعني بعمليتك اخذتها تعذبت لانه حبوب شو ما بعرف شو اسمه ايه بس لشو لشو مهدئ اعصاب وبعدك لليوم على فكره ما عندي مشكله اذا بلاقيه ببيعوه بروح بشتري مهدئ اعصاب ما عندي ابدا هيدا شو تعطيني زرق جربوه لا عين شو اسمه بس لا عيدي لي نفسي على فكره فيني اخذ حبه اخذ حبه انا لا عيت لك نفسك بشو تكذب على حالك يمكن عادي لا عيت لك نفسك جيبوا له مي وسكر بدك تتجوزي ولا لا رح اتجوز قريبا عن جد حتعملي عرس وهيك حفاوي لاف يو بدي وجه تحيه لمحمد حفاوي محمد حفاوي صار له من اول ما جيت على لبنان ايه عم بيهتم فيي كل يوم عم بيتحملني كل يوم بكل حالاتي النفسيه فيني اقول حتتجوز هو رفيق اسبوعين بس غطى على الناس اللي بعرفها من 1000 سنه حلو اذا كنت عشت 1000 سنه يعني بدك تتجوزي او لا اي بدي عبالي عبالي تعمل بروباغندا ما حكذب عليك واقول لك حب واتجوز لانه انا خواني بخون اوف ما بوفي انا لا. ما قلت لك لازم تسبق بالشيء تا ما تنغدر يعني تتفاجئ فيه يعني بدك تغدر قبل ما تنغدر تخون قبل ما تنخان كرمال لما تنخان تحس انه هيك كانك شربت هيفا فيني اسالك سؤال اكيد هيدا الاسم فيك تقريه وتقولي اسمه على الهواء اي بعرف وهيدا الاسم مين خطك كتير بشع مين هيدا الاسم بدك انا اقوله على الهواء ايه انا هتقوله حفل انا رح اقول هيدا الاسم لا ما هتقوله انا حقوله قوله تعرف شو قوله ما بدك قوله ما تقوله انا بتمنى ما تقوله تعمل خرب لي مودي انا كتير مشي صح ليه طب ليش لانه قلت لك شغله الدنيا علمتني انه لما ينذكر هيك اسامي قول باي طيب انا رح... اخ تعبت لك عبقت هون بدي اظهر ليه هالاسم هالقد عبقك ولك يا عمي بلا قرف هيفا نور ما بعرف ايه؟ هيفا في مجال طب اوكي ترجعي ما بحياتي برجع لورا ترجعي ما بحياتي برجع تفضلي ارجعي ما بحياتي برجع حوقف وما رح اذكر الاسم بس احتراما لصاحبة الاسم او لك ما بعرف لانه يعني ما بعرف شيء عنا غير قصص مش منيحه عنا ايه عنا عنا هي هي لا شيء ولا هي هي ات حيوان وقفت ميرسي انك احترمت اكيد اكيد بس رح اضطر كمان مره كمل معك بهيدا بهيدا المحور رح انتقل انا وياكي ونشوف اي متى رح تجي اخره هيفا ماجيك يا لطيف يا ماما المواجهه الاخيره والوصيه الاخيره بعد الفاصل غيرت حالك غيرت اسمك غيرت هويتك الله يغفر لي نيتك انك تضحكي على الناس اللي قلتي عنهم من شوي اعترفي بغلط واحد ما شاء الله ما قصرتوا صار لازمني الضرب بس ما حدا ينصدم باللي حيشوفه جاوبوا مين ما مين عم تحكي انت شفتوا انه بيسرق كل شيء مش بس رجال هن بيضعفوا قدامي انا ما خصني ليه ما حدا بيعرف انا من شو من جوا حالتي النفسيه مدمره انا خواني بخون اوف انا ما بصاحب الا حدا غني الوصيه الاخيره
في اجت اخرتك. هيفا ماجيك بالفقره الاخيره واجت اخرتك. هيفا خايفه تجي اخرتك؟ لا على فكره انت بيعتيها من كل شيء. انا حسيتك بيعه الدنيا كلها. اخر همك اخرتك حتكون سوداء. جاوبيني ايه او لا. بحس ايه سوداء. اتمنى حلو بحس بموت مشوهه عن جاي. هذا الله بيكون من عنده بده هيك. ليه بقى؟ شو يمكن الله اتمنىك معقده من الجمال. اتمنىك معقده من الجمال وبتضلك تقولي انا حلوه انا حلوه انا دخلت حلوه. انا فيك عن جد دخل. فيك تركزي؟ فيك تجمدي بليز؟ يلا هيفا اخرتك سوداء ايه او لا؟ الله الله اعلم. بس بتمنى لا يعني ما بيستاهل هالقد تكون سوداء. لا عملتيه بحياتك انت لازم ما تتعاقب عليه بالاخره. العقاب لاصحاب العقاب مش لالنا. ما انت اللي بتحكي ولا ركزي ركزي. ما عم تعرف تجاوبيني. شو ما عم تعرف تجاوبيني؟ مش سامعه ودخل. ما بدي طلع شيء غلط على الهوا. شو جاوبيني ايه؟ اليوم اخرتك حتكون سوداء من بعد اللي عم تعمليه. غيرتي حالك، غيرتي اسمك، غيرتي هويتك، من ذكر صرت من ذكر انثى. شو بدك بعد اكثر منك؟ قشطتي نسوان رجاله، نحكى عن دعارة، يعني كل اللي حكينا عنه اليوم بالحلقة هيدول كلهم لوين بدهم يروحوا؟ غيرت كل شيء بس ما غيرت قلبي. هو أنا لي شو يعني؟ قلبي قلب بيبي. ما أنت قلت لي أنا بس الأعمال اللي عملتيها أعمال سوداء. الله يغفر لي كل شيء. بتعترفي؟ بتقول لا إن شاء الله سوداء. اسمعيني رمادي. اسمعيني قلتيها شو؟ رمادي. قبل ما تجي أخرتك بلحظات تتمنى إنه الله يغفر ذنوبك. بتمنى الله يعاملني يحاسبني على نيتي. بس نيتك شو هي؟ بيضة. نيتك انه تضحكي عن الناس اللي قلتي عنهم من شوي؟ تأذي الناس؟ نيتي بيضة. ما بأذي حدا ما أذيني نو واي. لكل فعل ردة فعل. قلت لك انا بسبق للامور لانه بحس انه حانغدر. سو التسبيق للامور هيدا ما اسمه نية سوداء. نيتي كثير بيضة وانسانة كثير متصالحة مع حالي وبحب حالي بحب كل الناس. بس ما بستاهل نهاية سوداء ابدا. إذا في شيء أقوى من الأبيض بستاهله. وينو الشال؟ جاوبيني هيفا. لحظة طلعي بكاميرتك وقولي يا رب الله يسامحني على شغلة واحدة عملتها وعارفة إنه ما رح تغفر لي إياها. يسامحك عليها. شو هي؟ ماني عامل شيء كتير غلط. طلعي بكاميرتك وقولي الله يسامحني على شو؟ الله يسامحني على كل شيء غلط عملته بحياتي ويا رب اعترفي بغلط واحد وحاسبني على نيتي. اعترفي بغلط واحد. انا جيت لهون قعدت بهاي دخلت تويتي حطتني بقفص. ما بتستاهل تكوني بقلب بقفص اكيد. لا بقتل حالي هون. بقتل حالي هون. بتقتلي حالك. من شو خايفه قبل ما تجي اخرتك؟ هلا ما بقى اقول خايفه من غدر اصحابي لانه ما شاء الله ما قصرتوا. ثانك يو كلكم. زقف لكم. خايفه انه يكبر راسي اكثر. لأنه راسي صار كتير كبير. كتير كبير عن جد. صار لازملك ضرب. صار لازم لتوعي. ما بتمنى. قلت لك بدي حدا شخصيته اقوى من شخصيتي صاحبني وحبه يكسر لي راسي بس ما عم تزبط. ما حتزبط. فبتمنى انه ضلني على الارض بس مش ارض هيك بتدوخ. بتمنى انه راسي ما كتير بقى يكبر. بتمنى انه ضلني انا. طب بس هيفا في منك نوى؟ مني شو؟ نوى. نوى كيف يعني؟ هيدي هي هيفا ماجيك. بقول لهيفا ميرسي كثير لانه شرفتنا على لبنان وهيدا اول لقاء لها كان عبر شاشه قناه الجديد وضمن برنامج بلا تشفير. هيفا بدي اقول لك ينعاد عليك يومين تقريبا. وانا بدي اقول لك ميرسي كمان لإلك. ميرسي لإلك. فاذا ينعاد على الجميع. بنلتقى ان الله راد بسنه 2017 بحلقه جديده مع ضيف جديد واكيد شفرات كثيره رح تنكشف ببرنامج بلا تشفير. والختام لاول مره حيكون مع هيفا ماجيك والاغنيه الجديده بس ما حدا ينصدم باللي حيشوفه. تصبحوا على خير وينعاد عليكم. احنا اجينا يا
على غنيتي الحجة هذا طايح من كتر ما يهيل خليك همي ويركز على غنيتي الحجة هذا طايح من كتر ما يهيل تعبهم جمالي دوختهم عاني يلا بوجي جيل خلهم يهزوا عيفهم جيل ولعتلنا الجاه رضيت بكل شي سويته وابقى رافع عن الراس لما يهمني رأي الناس وابقى رافع عن الراس ما في أحلى مني غار وحك يعني وين الرد أحي والرقص صباحي نظل نغني ونرقص لما يهمونا هلا حتى عند وخان الرعب نظل نغني ونرقص ما يهمونا لهنا وصلت الرسالة كل من خص حالة يلا بوجي جيل وين الرد أحي والرقص صباحي أصلاً كل شي ما يغيروا تعبوا حيل من عندي أحسن لهم يناموا أصلاً كل شي ما يغيروا تعبوا حيل من عندي أحسن لهم يناموا أمشي بالدرب وحدي وريا ظل والشمع من عندي أنا أعذرهم إذا داخل سبع دوخة وريا ظل والشمع إذا داخل سبع دوخة لا تسامحوني OMG OMG الغالي يبقى غالي يلا